أولا إلا كنت ما عندكش رخصة السياقة وسكن في إسبانيا أو بلد ناطق بالإسبانيا فهذا هو الدرس المناسب لك إلا كانت عندك رخصة السياقة وبغي تعرف معلومات جداد وكلمات جداد بالإسبانيا فمرحبا بك كذلك قبل ما غنبداو هذا الدرس كنطلب منكم انكم تدعموا القناه بالضغط على زر الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاخوان ديالكم باش تعم الفائده نبداو على بركه الله مدرسه السياقه بالإسبانيا هي auto, -escuela. auto -escuela. في مدرسه السياقه او تعلم السياقه ال اوتو اسكويلا هذا الدرس ان حوار ما بين جوج الناس شكون هما هاد الناس هما الكليينتي الزبون اللي هو انت او انتي كليينتي و امبليادو ديال اوتو اسكويلا الشخص اللي, اللي خدام في الاوتو في مدرسه تعلم السياقه سواء كان راجل او امراه او امبلياذا الا كانت امراه ممكن نسميوه ايضا بالريسبسيونيستا اللي يكون في الاستقبال الريسبسيونيستا entonces cliente vamos a ver qué va a decir el cliente hola me gustaría registrarme en su أود أو أرغب فيه بغيت مي غوشتاريا ريخيسترار مي هي نتسجل أنا هاد مي يعني أنا اللي غادي نسجل ريخيسترار مي إن سو سو هنا معنى تو سو لا فورما دي ريسبيتو بيرو هنا بحال تو إن تو فر... إن تو أوتو إسكويلا إن تو أوتو إسكويلا سبحان الله هاد الكتابة pues me انا ان سو التسجيل في مدرستكم لتعلم الاس... الاسبانيه مش عقلي مع الإسبانية السياقه قلنا او الامبليادو او لا امبليادا ديال اوتو اسكويلا كلارو claro. طبيعه الحال استاموس فيليسيس estamos felices de que de tenerte aquí. Estamos felices de tenerte aquí. felices de tenerte aquí. Claro, estamos felices de tenerte aquí. Claro, estamos felices de tenerte aquí.

Pues no, nunca he conducido antes. No, nunca he conducido antes. Pues de acuerdo, de acuerdo, no hay problema. ¿Podría darme tu nombre completo, dirección, número de teléfono? y correo electrónico para que pueda registrarte. Bueno, vamos a explicar paso a paso. De acuerdo. Okay. No hay problema. Me quieres hacer un músculo? Podría el biimkénica os darme tu nombre completo. Os mümken tatenin el ism díalek el kámele el ism el chárse o el ism el aíli. Dirección العنوان نومرو دي تليفونو رقم الهاتف اي كوريو الكترونيكو والبريد الالكتروني انتظر مطلوب منك نومبري كومبليتو ديريكسيون نومرو دي تليفونو اي كوريو الكترونيكو بارا كي بارا كي بارا لاجل بارا كي بويدا لكي استطيع Entonces, para registrarte, para registrarte. Entonces, ¿de acuerdo? No hay problema. ¿Podría darme tu nombre completo, dirección, número de teléfono y correo electrónico? Todo esto es para que pueda registrarte, ¿vale? Pasamos. Pues. Sí, ¿no? Mi nombre es Smithy Gia. En ella María González es un nombre. En ella me estoy en ella. Sólo para el ejemplo. Te digo un ejemplo. María uh, María González. María González, lo que sea. Pues mi nombre es María González. ¿En Jovenel Manuel? ¿En Google? Mi dirección es. Mi dirección es.

هنا نعم رقم افتراضي اخر ال 555-6789 هاد بدها الطريقة كي تعتى الرقم بالاسبانية كذلك مني كنجيو على البريد الالكتروني كنقول مي كوريو الكترونيكو اس دائما ما تنسوش هاد اس رقمي هو بريدي هو عنواني هو اسمي هو كوش مي نومري السناء او اسماريا كونساليس مي ديريكسيون اس كاية 10 نومرو 25 Mi número de teléfono es 5556789 y mi correo electrónico es María vale? Solo es un ejemplo. Además, cuando empieza o de que un cura está diciendo, vele la información personal, dialo. Pasamos. Vale, de acuerdo. Pues el o la recepcionista o el recepcionista dice perfecto, ¿yes? Gracias por la información. شفنا هذا في الدرس السابق. شكرا على المعلومة. Gracias por la información. دائما حين مني كنقوم بالشكر دائما كنقول Gracias por y no para. Para no. Gracias por. Gracias por. ¿Cuál es? إذا ما هو tu fecha, تاريخ de تاريخ الازدياد. ما هو تاريخ ازديادك. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? E tu نوميرو <applause> ذا ايفنتيفيكاسيون رقم التعريف اللي شفناه كذلك في الحصه السابقه في الدرس السابق اللي كان خاص كيفاش نطلب شهاده السكنه من البلديه وشهاده السوابق العدليه الا ما شفتيش شهادة الدرس نخلي لك اللايك عفوا اللايك ليان او للرابط او هو التعليق او في صندوق الوصف قلنا النوميرو ذا identification هو رقم التعريف ديال المقيم في البلد الاجنبي مثلا إذا مضبوط، شكرًا على المعلومات، كولاش تو فيتشا ديال النسيمينتو، إذا كيطلب منك تاريخ إس ديال ورقم التع- مش رقم التعريف، أولا قلنا رقم التعريف كنسميوه الزين- النية، النية وليس ال- دي... ال- دي... ال- النية، حسنا، ملي مي... كنجاوب على تاريخ الميلاد كنقول مي فيتشا ديال النسيمينتو دايما كنتبعها بإس، إس. اس. Mi fecha de nacimiento es el 5 de marzo de 2001. Ma el de mi número de identificación de que es, show es de Pues mi número de identificación es 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? اذا هذه الطريقه باش كنعطي المعلومات ديالي انتنديدو انتنديدو معناها مفهوم انتنديدو انتنديدو اي الغون اوراريو شنو هو اوراريو بزاف منكم كيغلط كيقول تيامبو تيامبو هو الوقت الوقت بصفه عامه صباح المساء الفجر الليل النهار هذا هو تيامبو بيلو الوراريو هو التوقيت التوقيت مثلا من الثامنة العاشرة من العاشرة الثالثة مساء من الثامنة التاسعة على حسب التوقيت هو كيتسمى اوراريو اوراريو اي نو تيمبو بالي نسى تيمبو من العقل ديالك ملي كتكون كتهضر على التوقيت اذا اي الغون اوراريو كي بريفيراس بارا لاس كلاسيس كيسولك ولا كتسولك كتقول لك واش عندك شي توقيت خاص انك باغي تقرا فيه يعني كيبغي كي hay algún horario que prefieras para las clases vamos a ver prefiero las clases por la mañana por la mañana a partir a partir de las nueve a partir de las nueve. Pues prefiero las clases por la mañana a partir de las nueve. Prefiero las clases por la mañana a partir de las nueve. ¿Y tú? ¿Cuándo prefieres las, cl las clases? ¿Cuál es el, eh, el horario que prefieres para las clases? Escríbame en los comentarios. Pues claro, podemos arreglar. Y en el cuadro, arreglar. ممكن أنني ندير مثلا توقيت مناسب لك podemos arreglar las clases en este horario ممكن أننا نضبط التوقيت اللي عندها على حساب التوقيت ديالك يعني ممكن لك تقرا في هذا التوقيت اللي هو التاسعة صباحا او ابتداء من التاسعة صباحا ممكن انك تجيو في العشرة تجي في الحداش بالي بوست ا partir de las نوفي نو antes pues الكوستو الكوستو يعني شحال غيتقام عليك الكورسة أو الكلاسيس ديال كوندو ديال كوندو ديال 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 مانيخو أولا ديال كوندوكسيون توتال يعني المجموع ديال التسجيل ديال لانسكريبسيون إي لاس كلاسيس يعني المجموع ديال التسجيل وديال الحساب ديال ديال الدروس اللي غيتعطالك سيرا غادي تكون سيرا دي لهاد هاد إكس دولار على حسب كل مدرسه الثمن اللي كتطلب اكس دولار او اكس يوروس بالي على حسب الثمن هما اللي كيطلبوا نتوما راه ملي يقول لكم الثمن راكم غتفهموهم بويس كومو بريفيريس باغات كيفاش كتفضل انك تخلص يعني كيفاش هي الطريقه باش غتخلص واش غتخلص اسبيس اولا غتخلص بالاكارت اولا تارخيتا دي كريديتو بويس كلارو بوديموس اريغلار لاس كلاسيس ان استوراريو الكوستو التوتال دي لا انسكريبسيون اي دي لاس كلاسيس سيرا دي tal equi, o x dólar, cómo prefieres pagar? Vale, pagaré en efectivo. Pagaré en efectivo. Pues esta persona va a pagar en efectivo. No va a sacar los billetes, va a su tarjeta de crédito, ¿vale? Pagaré en efectivo, se Perfecto, Pues entonces continuamos, ¿y dan? y hablan conmigo, con el pago conmigo el clase, y te inscribiremos, ¿cuándo dices en nuestras clases de que de manejo del asistía que, ¿cuándo te metes el diálogo fases asistía Bienvenida, y la conté para que quieras bienvenida, y la conté al otro que quieras bienvenido, bienvenido a nuestra autoescuela. Pues perfecto, entonces